اوكي اساطير، مثل ما انتم شايفين باقي 8 ثواني 6 ثواني 5 4 3، منتظر الايكي راح ينزل. جيت شباب متحمس كتير لاشوف شكله كتير كيف راح يكون شكله. اوبا ثواني حبايبي، نزل نزل، تفرجوا معي حبايبي، تفرجوا 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 على الايكي اللي نزل شباب. واو، لا 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 لا، مستحيل مستحيل، لا يا ربي مستحيل. شوفوا شباب شوفوا، الصراحة يعني ازرق، لونه ازرق. ثواني، ما في انيميشن بريزنر انفورميشن. واو واو، شي واو الصراحة. سرعة رهيبة. اوكي اساطير، مثل ما انتم شايفين شحنا 3300 جوهرة حبايبي عشان نحاول نحصل على هذا السكين الجديد. طبعا شباب حولت اللعبة، لغة اللعبة للعربي عشان نشوف مع بعض. اوكي نفهم مع بعض ونفهم شو خاصية وشو الاشياء الجديدة بهذا السكين الجديد. طبعا شباب على اليمين تحت اسمه لهب دراجون الازرق. شباب تحت عنا هون مثل ما انتم شايفين تحت مستوى واحد هيك، ثلاثة هيك، ستة هيك، يعني رح يكون واو. شباب خلينا ندخل على المزيد من المعلومات ونشوف وضعه. هذا هو شباب. اوكي ثواني الصراحة شباب. اوكي هذا كل مستوى هيك يصير مظهر جديد. اوكي يا شبابي يحتوي على بندر. اوكي طبعا شباب كل ما نرفع مستواه كل ما يكون اقوى واقوى واشي يكون يختلف شكله، يعني مثلا بالتأثير الضرب. ترى معي هون مظهر جديد، تطوير سمامات، هون بيطلع البانر، هون بيتغير منظره، وهون يمكن يعني بيأثر لما نضرب على الشخص يمكن يطلع هذا الـ هذا الـ هذا الأشياء، يعني كل شواف الصراحة. هون لما يضرب ليفل 5 يطلع هذا الـ من المخزن، من شو اسمه، هاي ما أعرف شو اسمه. ولما نقتل اللاعب يطلع هيك شكله حلو، ومظهر هذا المظهر الأخير الليفل 6، مش الأخير 6، هذا هيك فتح قدرات، مظهر جديد يختلف. طبعا شلون عم يختلف؟ رقصة حصرية. رقصة 7 شباب، لما يصير ليفل 7 يصير حصري، هي رقصة تكون حصرية له. اوكي شباب متحمس كثير. طبعا نشيل هذول المراحل يزمونا يا اساطير. هذول عندي اياهم من زمان، نعمل تأكيد تك تك. اوكي شباب يلا نلف، يلا نلف تك، ليتس جو. شباب بعرف صراحة يعني بعرف انه ما راح يبقى معي للاخير، ليك شباب بدنا على السريع. متحمس كثير اشوف شكله الصراحة. لهب دراجون لا اطلع لي بكم؟ سوري كم اطلع لي؟ فكرت اطلع لي ب لا ثواني، صرفت عليه 1000 جوهرة فقط، 1000 وشوي. ريلي والله صح، يعني 1000 وشوي بنجاب حبايبي. اوكي اني واي، خلينا نروح نشوف شكله شباب ونشوف كيف يعني الوضع تبعه من دقيقه اوكي اليو ام بي. طبعا اليو ام بي شباب هي كمان نفس الشيء، اعلان قد فيها نفس الشيء، بس انا صراحه بدي اشوف اللايك، بدي اشوف كيف راح نطور وشي راح يتغير الاشياء كلها مع بعضها يعني. اوكي شباب حصلنا على الايكي، ثواني شباب اول شيء راح اعمل شوي مقارنه بين الايكيات الثانيين. اوكي حلو، هذا الايكي دراجون نفس الشيء، نفس الايكي دراجون، هون مخزن قليل بس هون سرعة الحركة. اوكي يعني معقول يخف سرعة حركة اللاعب شباب؟ والله ما اعرف، راح نجرب ونشوف. لنشوف صراحة شباب انا فتح جديد هلا من شوي نزل، عم اكتشف مباشرة معكم الصراحة يعني. اوكي anyway خلينا نروح على اسلحة بندقية، نفتح هون. تم تطوير، تمام. اوكي الحصول على مواد، لا يوجد ما يكفي من العملاء. طبعا شباب المواد من وين راح نجيبهم؟ انا هالصراحه ما اعرف، متجر الاسلحه من وين بدنا نجيب المواد؟ ما اعرف يا اساطير. اوكي يا حبيبي مثل ما انتم شايفين بالنسبه للتوكن يا اساطير الصراحه الشيء اللي بنعرفه فقط، اللي انا اعرفه حبايبي انه كل يوم من هون ل 2 نوفمبر راح يعطونا 3 توكن بشكل يومي.
اوكي حبايبي، ثلاثة توكن بشكل يومي راح يعطونا مثل ما انتم شايفين من 24 اكتوبر، لا عفوا 1 نوفمبر، راح يعطونا كل يوم ثلاثة توكن. بس الشباب في شيء اللي انا يعني اللي حابب اعرفه، راح يلزمنا التوكن اكثر من هيك عشان نحاول نطور اكثر واكثر؟ اكيد اكيد. ما اعرف شباب، اذا عندكم فكرة شباب اكتبوا بالتعليقات من وين راح نجيب التوكن الاكثر واكثر. يعني لحد الان شباب راح نجمع تقريبا من هون ل 2 نوفمبر او 1 نوفمبر عفوا، راح نجمع تقريبا يمكن 20 25، يعني ما راح نوصل ل 30 توكن عشان نطور للمستوى 2. طبعا شباب هون بالمستوى رقم 3 مش كاتبين كم يلزم عشان نطور للمستوى 3. اوكي حبايبي، لحد الامر مجهول. اوكي حبايبي، خلينا ندخل على التدريبات ونشوف مع بعض. يلا Let's go. يلا نشوف التدريبات شباب. ما بدنا يعني نطول عليكم اكثر من هيك شباب، لانه حل شباب هذا المقطع راح يكون فيه كثير اشياء نقطه يعني كيف اقول لكم، في اشياء، في اسئله كثير كيف راح نحاول نحصل على التوكن ومن وين. اكيد راح نشوف مع الايام الجاي كيفيه الحصول على التوكن، راح انزل لكم شرح كيفيه الحصول على التوكن الاي كي. ماشي حبايبي، خلينا ندخل نشوف هذا. واو 220 220 هيد شوت 220. خلينا نضرب عن جد حلوه يعني. شو رايك خلينا نركب التثبيتات ولا كل هالاشياء يا حلو، نشوف مع بعض. نركب لك كل شيء فول، نحط كل شيء فول. بعدين راح نجرب مع السايلنس. اوكي نسينا ال 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 وين 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 هاي وين الاخيره. نعملها كلها فول ونشوف الوضع. ما انتم شايفين شباب، خلينا ندخل مساحة تدريبات ونشوف وضعها من على القرب شباب. نشتري اثنين ونجربها مباشرة يا حلوين. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو يا اساطير. طبعا شباب انا يعني الصراحة شوي تعبان شباب، يعني اخر الليل عم جرب هذا والوضع مش لوز اللوز. اوكي حبايبي، كل شيء عشان اعطيكم شرح كل شيء لهي الايكي اللي نزلت جديد شباب. خلينا ناخذ المخازن ونعمل تدريبات ونشوفها من على القرب يا اساطير. يلا ليتس جو. شو باقينا هون؟ باقينا البوش، نجرب واحده بالسايلنس وواحده بدون سايلنس. يلا يلا يا اساطير خلينا نشوف. ليتس جو. اوكي يعني حلوة والله مرتبة. عملتين معي الحلوين. اوكي شباب طلعوا معي هون 25. لا الصراحة شي ما فهمت التمرين معي ولا ما فهمت شي منكم يا زلمة، الصراحة شي مرتب. واو 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 الهيد الهيد اسطوري شباب. اوكي حبيبي ما بدنا نطلع عليكم اكثر من هيك. ايش طبعا بالنسبه للاي كي منا وفيها حبايبي، الشيء اللي الاي كي بشكلها كثير حلو الصراحه، يعني مع الكريمن الازرق تطلع كثير اسطوريه، فهمتوا علي كيف؟ شيء ثاني اللي هو يا حلوين الشيء اللي يعني اللي حابب افهمه بسرعه شباب، وبتمنى منكم اذا عندكم اي فكره بالتعليقات حبايبي تحطوها، عندكم اي فكره بالنسبه للحصول على التوكن تحطوها بالتعليقات حبايبي. الايكي بصراحه كشكل توب ماشي. هل ايكي شباب راح تكون ايكي خطيره كثير بالايام الجايه، وراح تشوفوا راح تشوفوا كلامي راح تشوفوا يعني فهمتوا؟ شو عم بحكي انا يا زلمه؟ انا الصراحه شباب الوقت متاخر ولازم اروح احط راسي وانام حبايبي. لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس. هيك شباب راح تصير مدمره مثل ما عم بقول لكم. بشوفكم مع الجزء الثاني لهي الشرح الاي كي حبايبي. هذا الجزء الاول، بشوفكم على الجزء الثاني.